ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، وكنت بتناقش أنا أستاذ محمد الأزاز عن الأخبار النهاردة اللي صدرت في صحف اليوم. صباح الخير يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ وطبعا نائب مدير تحرير جريدة الأهرام. خلينا نبدأ على طول من جريدة الأهرام والصفحة الأولى، ويمكن إقبال تاريخي من المصريين بالخارج، ويمكن شفنا الفيديوز وشفنا الصور كمان امبارح، المصريين يبهرون العالم، إقبال تاريخي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج. اتفضل يا فندم، تفضل الخبر. صباح الخير. صباح الخير على كل المشاهدين. شوفي طبعا يمكن المنشطات الصحف المصرية بتتكلم كلها في نفس القصة. الأهرام بتقول المصريون يبهرون العالم، الوطن بتتكلم تقول انها رساله فخر للعالم في انتخابات رئاسه، اخبار اليوم اقبال تاريخي، في شروق وفي المصريون طابير امام السفارات مع انطلاق الانتخابات. انا طبعا عاوز اقول ان فعلا اللي حصل امبارح ده كان حاجه تاريخيه جدا، وبتؤكد الوعي التام من المصريين بالخارج باهميه استقرار الدوله. الكلام ده يا استاذ دينا يمكن بيشعر بيه المصري في الخارج اكتر مننا. صحيح. كل ما بنطلع بره يمكن بنشوف اللي حصل للدول الاخرى، سواء في اوروبا سواء في الدول المجاوره اللي هي استقبلت زي السوريين مثلا في لبنان وفي الاردن، بنعرف فعلا قيمه كيف تم انقاذ مصر من هذا المخطط، من لعبه الامم. المصريين في الخارج بيدركون ذلك بحكم وجودهم هناك، وعارفين قيمة مصر وقيمة المحافظة على مصر. في رسائل كتيرة جدا من اللي حصل امبارح، وبإذن الله اللي احنا شفناه النهاردة. شفنا احنا ذوي الاحتياجات الخاصة، شفنا اقبال تاريخي للمرأة، شفنا ان هنا بيقول المصريين يعني احنا حاسين بالبلد جدا، انتوا كمان في الداخل لازم تحسوا بالبلد ده. رسائل مهمة يا استاذ محمد اللي حضرتك كنت بتذكرها دلوقتي. طبعا طبعا. هي رسائل. في رسائل هي، وده يمكن قالوا في المؤتمر الصحفي رئيس المستشار لاشين ابراهيم، لما قال يعني ان المصريين يعني بالمشاركه ديت حفاظ على سلامه الوطن، وقال ان ده تثبيت لاركان الدوله المصريه. فكره الفتن دايما ان احنا اللي بنخاف منها، البديل دائما اذا ظهر العالم ان المصريين منقسمون في الداخل ومنقسمون في الخارج، وان معترضين على اشياء كثيره جدا، هنا يسهل الفتنه وهنا تسهل لعبه الامم لتفتيت الدوله، كما راينا في سوريا، كما راينا في العراق. كل ذلك نتج الاول عن انهيار معنويات الشعب، انهيار وعي الشعب، ثم بعد ذلك يسهل اختراق الدوله عسكريا بعد ذلك. طيب. ما حدث بالامس هي رساله باننا متمسكون بالبلد ومتمسكون باستقرار البلد، واننا متمسكون بالديمقراطيه، وهذا ما تم بالامس. مشهد جميل جدا هنشوفه طبعا باذن الله، اتمنى نشوفه طبعا يوم 26 و 27 و28. الانتخابات مستمره للنهارده وبكره كمان. انا مش عارف النهارده وبكره لا مش متاكد، بس في كلام مهم جدا للمستشار محمود شريف انه ليس هناك مد للانتخابات. في يعني على مدار يوم واحد؟ يومين. يومين. اللي انا عارفه انه 16 و17. وطبعا كمان في التوقيت المهم جدا اللي هو عاجبني، ان هو خد الجمعه بالنسبه للخليج وخد السبت بالنسبه للاوروبيين. يعني هم طبعا الفكره في انه يقدر يلمس مع المواطنين في كل دول العالم. انا بتوقع ان في نسبه جيده، لو احنا قلنا حسب ما الدوله بتقول ان هناك 9 مليون مسجل في الخارج، ولو قلنا ممكن نخرج بنسبه لا تقل عن 35-40%، ودي نسبه جيده جدا على فكره. في ناس مش هتخرج لاسباب، انت عارفه زي ما حضرتك، يعني القنصليه موجوده في اسكندريه، هم مثلا في سيناء، فهتلاقي ده لما انت القنصليات موجوده دايما في المدن الثانيه، لي يعني السفاره مثلا في روما، القنصليه في ميلانو، فهتلاقي ناس بعيده ممكن يبقى المشوار بعيد عليهم، فهيبقى في شويه عند بعض الناس كسل. بحللك ليه النسبه مش كده يعني، لكن هو اذا وصلنا الى النسبه دي فهي نسبه طبعا ممتازه عالميا. طبعا. اخبار اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد خلال ساعات الارصفه البحريه الجديده والمنطقه الصناعيه بشرق بورسعيد. شوفي استاذه دينا، في اوقات كتيره جدا في الفتره من 2000 ل 2010 كنا نتحدث عن قيمه ان احنا ازاي ان احنا ننمي قناه السويس، وازاي ان احنا نستخدم الممر الملاحي في صناعات
لوجستية، في مناطق صناعية، في ما إلى ذلك. كل ذلك كان حديثا على الورق فقط. الآن بصراحة احنا بنشوف الحاجات دي بتتحقق. شفنا الأنفاق اللي افتتحها الرئيس سيسي، شفنا الكلام على تنمية سيناء. النهاردة طبعا بنتكلم على المنطقة الصناعية اللي هي على مساحة حوالي 26 كيلومتر، و في هتبقى ميناء بحري عملاق جدا. ازاي ان انت تقدر تنشطي دايما، وازاي ان انت تجذبي السفن، حتى لفكره الصناعات وفكره الصناعات التي تخدم على السفن وليس صناعات لوجستيه فقط. بصراحه انا بشوف ان احنا في تحقيق للكلام اللي احنا كنا بنتكلم عنه، في تحقيق، في التزام باللي بيتقال دلوقتي، عكس ما كان بنقول قبل كده ان احنا هنعمل مشروعات كذا وما بتتمش. حضرتك كنت بتتكلم كمان معايا قبل الهوا على طول عن فيروس سي. هنجيله في الخبر بتاع ده خبر مهم جدا. انت عندك في الوطن دي في مجلة غربية بتقول ان المصريين، اقول الخبر فضل. الوطن الصفحة الاولى، مجلة امريكية، ارتفاع اسعار الادوية باوروبا احد اسباب توافد السياح الى مصر. بالظبط. واحنا طبعا بنشوف الـ 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 الحاجات دي لما بنسافر بره، بنشوف قد ايه القفزات، وده ممكن من المميزات في مصر من سنين طويله على موضوع تسعير الدواء. وده برضو مره ثانيه يا استاذه دينا بياكد الثقه في الدواء المصري. واحنا بيتعرض كتير جدا لحملات في الدواء المصري. ويمكن فيروس سي، انا مع حضرتك جدا، بس يمكن الادويه الثانيه يمكن في تفاوت في الاسعار. يعني ناس كتير جدا بتشتكي الادويه ان كل يوم الدواء بسعر مختلف، لكن فيروس سي في المقارنه برضك بالظبط. لا بس لحظه، حتى لو قارنتي هذا الدواء الذي وصل لسعره الى ارقام احنا لا نتحملها، بره بيبقى غالي جدا. يعني يمكن على فيروس سي انا مع حضرتك، لا فيروس سي طبعا احنا نجحنا بالزبط. فيه انت بتتكلمي ان هنا السائح او الوافد لمشروع العلاج انه يتعالج هنا في مصر بتكلف حوالي 6000 يورو، ما بين 28000 و51000 يورو في اوروبا. فاذا انت بقيتي هنا تنشيط لموضوع السياحه العلاجيه. في هذه المناسبه وزير الصحه اعلن بالتعاون مع وزير السياحه على التاشيره العلاجيه. خلاص بقى عامل حاجه اسمها التاشيره العلاجيه. قبل عام وسبعه ايام تحديدا في 23 مارس الماضي انعقد مؤتمر كبير جدا للسياحه العلاجيه في شرم الشيخ، وصرح المحافظ خالد هوده بان ده نتيجه للمؤتمر للسياحه العلاجيه. نحن لدينا سياحه علاجيه كبيره جدا بصراحه لم نستفد منها. الاردن الاقل منا في الامكانيات السياحه العلاجيه استفادت كثير جدا من الدول. انا لنا ان نستفيد من السياحه العلاجيه وان يتوافد علينا الاوروبيين من كل مكان. يمكن في الفتره اللي فاتت لما جبنا ميسي ولما اتكلمنا على الحاجات ديت ابتدى، واخيرا رونالدو لما راح حزبه الهجانه من حوالي اسبوعين كانت دي حاجه كويسه جدا. احنا دلوقتي بدانا نشتغل شغل كويس جدا في موضوع السياحه العلاجيه، بدا يتوافد الينا السياح الاجانب بغرض العلاج، ودي حاجه طبعاً كويسه جدا. ولعل خليني بس قبل ما اسيب النقطه ديت، فيروس سي يا استاذ دينا، احنا كنا بنشوف في السنين اللي فاتت بعض الناس يعني منتفخي البطون، وكنا يعني بندور وشنا من الاسد ده. الحمد لله رب العالمين اختفت هذه الصوره تماما، وكان احنا مصر الدوله الاولى في العالم في فيروس سي، بقينا الدوله الاولى في العالم في علاج فيروس سي. هذا انجاز كبير، وهذا طبعًا يعني يشكر له الرئيس سيسي وكل من قام بهذا المجهود العظيم. يعني طبعا يا فندم هنروح لمصر. اليوم الصفحه الاولى، تواصل مؤتمرات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظات، ودعم مصر كثافة التصويت تؤكد شرعية الثورة. يعني تقريبا ما بيفوتش ساعة إلا ما بنسمع عن مؤتمر، وبنشوف مؤتمر على الفيسبوك من كل أنحاء البلاد، وبنشوف كثافة في الحضور. الكثافة في الحضور، أتمنى أن تكون كثافة في الحضور في الانتخابات كما هي كثافة في الحضور في المؤتمرات، أن تكون كثافة في الحضور في الانتخابات. يمكن إحنا بنشوف وإحنا ماشيين في الشوارع كم لافتات التأييد وكم الدعوة لهذه المؤتمرات. هذا أمر جيد جدا، وطبعا دي رسالة كمان للخارج. إذا كان الخارج يرسل رسائل للخارج ولمصر، فهذه رسائل للخارج بفكرة استقرار الدولة وتثبيت أركان الدولة بأننا يد واحدة مهما كانت الصعاب ومهما كانت المشكلات ومهما كانت الاعتراضات، ولكن استقرار الدولة هو الأساس وهو الذي يسمو على أي قضية أخرى. صحيح. الأهرام الصفحة الأولى، مقصرة ترامب تقترب من رأس مستشاره للأمن القومي.
لكن ترامب يعني ماكماستر هذا هو رجل الثاني بالظبط. لا يعني أقال في اللين بعد موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ثم ماكماستر دلوقتي لم يصدر بعد إقالته، ولكن طالما فكر ترامب هو يعمل بعقلية التاجر ويتحرك بعقلية التاجر. لا يعني وكمان بيرفض الناس عن طريق تويتر، الناس بتعرف مش عن طريق رسمي، الناس بتعرف عن طريق تويتر. هو الراجل يعني حتى لما صاحب الشأن نفسه بيعرف عن طريق تويتر بالظبط كده، يعني هو تيلرسون يعني على طول أقل تيلرسون بالزبط. على طول بهذا الشكل، وكل قراراته قرارات تواترية يعني وهو يتحرك بعقلية التاجر وهي عقلية مفاجئة دائما، يعني يأخذ القرارات وينفذها فورا دون حتى الاستشارة. يعني يمكن خرجت سارة ساندرز بس هل هو مدعوم بالأمريكان نفسهم؟ لا مش مدعوم يعني لا. قراراته كلها، لان هو طبعا قدر على قد ما يقدر ان هو يوفر شغل، وقدر على قد ما يقدر ان هو كل ما بيتكلم عن امريكا 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 ماشي، امريكا، بس يعني قراراته ما فيش حد بيقدر ان هو يثنيه عنها. بس احنا ما شفناش الصحفيين الكبار والفنانين الكبار اللي هم اللي هي بعض المحطات وبعض الصحف، بس الشارع الامريكي ما فيش اي غضب منه خالص، يعني لا على قرارات ترامب ما شفناش. هو لسه في السياسه العليا يعني هو بالظبط، يعني هو يمكن بالظبط كده، بس هو بيعمل حاجات برضوك يعني مثيره للجدل دائما طبعا اكيد، وتحيرك يعني، والقرارات السريعه ديت ومقسله الاقالات المتتابعه، يعني هو لم يمر سوى عام وشهرين على وجوده في البيت الابيض، والمفروض انه بعد 7 شهور يبتدي يجهز للحمله الانتخابيه القادمه، يعني انت عارفه سنتين تنين بيشتغلوا، وهو شغال على طول بالمقصلة الإقالات دي، في حاجة محيرة جدا لسياسة هذا يعني الرجل، ولا يخشى الاتهامات، وانت شفتي أكتر من ممثلة اتهموه بحاجات بالظبط ما بيفرقش يعني معاه. حضرتك كمان كنت متوقع ان هو هيقابل رئيس كوريا الشمالية بعد كل الاتهامات اللي شفناها رايحة جاية بينهم هما الاثنين، لدرجة ان احنا كنا فاكرين ان حرب نووية هتقوم بكرة. شوفي التبريد في الكلام ممكن تسخن بعد اسبوع، لك لا مش هقابله ده مجنون، ده انا عندي الزر، والتاني يقول انا عندي الزر. لا هذا الرجل لا تتوقعي قراراته، يعني ممكن برضه يرفض في الاخر قبل، احنا المفروض انهم يتقابلوا في مايو يعني. ولا السياسة بتقول انه اعداء اليوم ممكن يبقوا اصحاب الغد عادي؟ لا ما دي سياسة طبعا، بس هو بيعمل حاجات غريبة جدا صحيح. يعني ما تفهميش يعني. طيب انا هاجي الخبر حزين يمكن احزن المصريين كلهم، يعني تليجراف، مقتل مريم يثير خلافا دبلوماسيا بين القاهرة ولندن. شوفي انا لسه مش عارف هل هناك خلاف دبلوماسي ولا لا. صحيح بالظبط. بصراحه لكن يعني الوزير سامح شكري واتكلم مع وزير الخارجيه البريطانيه وقال له لا احنا لن نترك هذه القضيه. الموضوع بصراحه مؤلم جدا جدا جدا، مؤلم لاكثر من حاجه، ان هذا الحادث لمريم تحديدا حدث في اغسطس الماضي من نفس البلاك روز، يعني مجموعه من العنصريين بالظبط كده. تكرر يعني حصل في اغسطس الماضي، طب اين الشرطه؟ لم تنتبه. ثم حدث السحل لهذه الفتاه المصريه البريئه، يعني سنها حوالي 18 سنه. ثم اكثر من خطا تم في هذا الموضوع، انه يعني الشرطه ما قامتش بدورها المطلوب، ثم المستشفى لم تكن بدورها المطلوب، ده المأساة الحقيقيه جدا. وخرجتها وهي في حالة سيئة جدا، مما تسبب في وفاتها. يعني طبعا الفكرة يعني، ثم الحديث بقى عن هذا عمل فردي، هو عمل عنصري بحت يعني، ولكن احنا لا يقبل ذلك لو حدث مع اي سائحه. ولو قلنا عمل فردي بنشوف احنا الصحف الاجنبيه ازاي بتثور علينا، وازاي ممكن تاخد الحوادث ديت في اتجاهات اخرى يعني. حتى ان في مصر اليوم مقال الكاتب عبد الناصر السلامه بيقول لك يعني زمن الارهاب الجميل، يعني عندهم كده الارهاب الغرب الجميل، يعني ان ده مش ارهابي، يعني ده حادث فردي. انا بشوفه كمان عنصري. فين يعني هو الانسان انا ده بتنتفض لقضايا معينة وقضايا معينة تانية أكنها مش موجودة. هذا هو المحزن في الأمر، ولكن يعني الشرطة البريطانية يمكن في رسالة يعني بتقول لا تستعجلوا الأحكام.
ده مهم جدا، انتظرونا يعني. لكن في المؤشرات برضو ما تطمنش، هم افرجوا على احدى المشتبه بهم يعني، دي حاجه. الحاجه الثانيه خرج كلام على انهم هم قاصر فيمكن ما يتطبقش عليهم، لكن في كلام ان الشرطه البريطانيه غيرت التوصيف القضيه الى قضيه قتل. يعني نشوف المؤشرات يعني، ننتظر كده نشوف هنتابع طبعا قد ما نشوف اكيد حتى طبعا لا نحكم يعني، احكام متسرعه طبعا. صحيح. الشروق الصفحه الاولى ويمكن ده اخر خبر معانا للنهارده، مصر للطيران استئناف الرحلات الى موسكو 12 ابريل. انا مش هطمن غير ما اشوف الرحلات. بس كده بالظبط، بس كده. بصي، هو الكلام ده هو في معرض للسياحه في روسيا، وخرج التصريح من هناك، وانا قبل ما اجي قريته على سبوتنيك، فنتمنى يكون خير يعني. لكن طبعا احنا كنا بنتكلم على فبراير ثم مارس ثم ابريل. صحيح. ماذا بعد؟ الامر بصراحه يعني هتيجي فتره كده المصريين والله ما عاوزين السياحه الروسيه اللي انتوا هتفضلوا كل شويه تعلقونا بيها يعني. صحيح. نتمنى خيرا يا استاذ. نتمنى خيرا طبعا. خليني بس اتكلم كلمه صغيره جدا. اتفضل يا استاذ محمد. في انتخابات المصريين بالخارج كان هناك جندي معلوم. هذا الجندي المعلوم هي وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج نبيله مكرم، نرسل لها تحياتنا. اشكرك يا استاذ محمد، اشكرك واتمنى لك يوم جميل ان شاء الله، ونتقابل قريبا ان شاء الله. فاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا بس بعد الفاصل.